الحمد لله خلق الإنسان، علمه البيان، ونهاه عن الابتداع، وحذره من مخالفة أمره وهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها دخول الجنان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإيمان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى منحنا وأعطانا منحا وعطايا ومواهب يمنحها لعباده ويهبها لهم في كل حين، فيمحو بها الخطايا ويكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات ويقيل العثرات. فقد شرع لنا جل وعلا شهرا نصوم فيه، وشهرا نحج فيه، ويوما أو يومين من بعض الشهور نصومها، وشرع لنا كذلك قيام الليل وصلاة الوتر والأضحية والعقيقة وغير ذلك من أنواع العبادات المختلفة المتنوعة. كل ذلك منه جل وعلا تنويعا لسبل الخير والطاعات، وتنشيطا للنفس عندما تنتقل من نوع من الطاعات إلى نوع آخر. فلا يمل الإنسان ولا يكل من طاعة الله، وتلك نعمة من نعم الله علينا، وذلك فضله سبحانه وتعالى. كما أنه لا يجوز لنا أن نعبد ربنا إلا بما شرع لنا من عبادات واضحة عليها دليل من الكتاب أو السنة المطهرة. وسنذكر لكم البعض مما شرعه الله لنا من عبادات نعبده بها ولا يجوز أن يعبد بغير ذلك. أولا، شرع لنا صيام رمضان وقيامه، ووعدنا بالمغفرة والأجر العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا، شرع لنا الحج في أشهر الحج، في أشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، ووعد من حج إلى الله وطلب المغفرة من الله أن الله يغفر له ويدخله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثالثا، شرع لنا صوم عرفة وصوم يوم عاشوراء ويوم قبل عاشوراء أو يوم بعده، فقال عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وشرع لنا الأضحية في يوم النحر، وقد وردت الأحاديث أنه ضحى عن نفسه صلى الله عليه وسلم وعن فقراء أمته وعن نسائه، كما ورد في البخاري ومسلم والسنن. خامسا، شرع لنا العقيقة، وهي التي تذبح عن المولود في اليوم السابع، وقد وردت أحاديثها في السنن
أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فأخبرنا بها وهي سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البعض مما شرعه المولى أو رسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات التي نعبد بها ربنا. وهكذا عباد الله تجدون أنه ما من عبادة تقرب من الله إلا وقد أخبرنا الله بها في كتابه أو أخبرنا بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. رأى كل عبادة تأخذها كان من الكتاب أو السنة. لا توجد عبادة تؤخذ من العباد من البشر ولو كان علامة العلامين. العبادات لا تؤخذ إلا من الكتاب أو من رسول الله. لكن الخطأ أن بعض المسلمين يريد التقرب إلى الله عز وجل ويريد الأجر والثواب فيذهب للبحث عن ذلك في غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس تحب تتقرب ربك وتعبد ربي ويحب يطيع ربي ونيته طيبة ويحب يعبد. يبدأ يبحث على عبادة ما جلس في الكتاب والسنة وموجود الكثير هذا. ومن هنا يحدث الانحراف عن المنهج الحق. ولقد ذم الله تعالى في كتابه الكريم العرب الجاهليين عندما تدخلوا في شرع الله وأخذوا يحرمون ويحللون ويستحبون ما لم يأذن به الله. فمثلا كان العرب هذا قبل الإسلام يتلاعبون بالأشهر الحرم ويستطيلون مدة 3 أشهر حرم متتالية فيؤخرون شهرا محرما ويغيرون مكانه. يعني احنا نعرف الأشهر الحرم من قبل الإسلام الجاهلية كانت معروفة الأشهر الحرم يحرم فيها القتال ويتوقف فيها القتال والاعتداء والظلم والسطو عند العرب هذا قبل ما يجي الإسلام. وهي شهر رجب اللي احنا تو فيه وثلاث شهور مع بعضها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. كانت الشهور هذه لا يقاتلون فيها ولا يعتدون فيها ولا يقتلون فيها. ولكن ساعات تقوم عندما الحرب ويجي شهر من الأشهر الحرم توصل الحرب حتى لرجب مثلا شو يعمل؟ أيقولوا نوخروا رجب نكملوا القتال بتاعنا ورجب نأخروها بعد شعبان ولا بعد رمضان. وهذا تغيير. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنما النسيء. النسيء هو تغيير الأشهر شهر حرم شهر من الأشهر الحرم يوخروها ويقدموا شهور أخرى باش يواصلوا القتال بتاعهم. قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كان ما عندهمش قتال يقولوا رجب شهر محرم وكان عندهم قتال لا يقولوا شهر محرم أي مرة قادمة. قال ابن كثير رحمه الله هذا مما ذم الله به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحريرهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله. وكذلك ذم الله المشركين الجاهليين عندما حرموا من الإبل ما لم يأذن به الله فقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل. هذه أنواع من الإبل عند العرب يعني يحرموها يقولوا هذه ما ناكلوهاش يعملوا لها علامات ويسيبوها لا يجوز قتلها أو أكلها. وحيوانات يحرموها على نسائهم ويأكلوها الرجال وهكذا. قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقد كان العرب قد حرموا ذبح أنواع من الإبل وحرموا ركوب أنواع من الإبل بقوانين وضعوها من عند أنفسهم لم يشرعها لهم الله فذنبهم بذلك. ومن هنا أيها الموحدون تعلمون
تعلم أن عبادة الله أمر لا يجوز إلا بما شرعه الله لك أو شرعه لك رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتقرب إلى الله وينال ثوابه وحبه ورضاه بغير ذلك فسوف يحصل له عكس مقصوده وخلاف مراده، فإن الله لا يرضى إلا بما شرعه من العبادات. تصلي بغير ما شرعه ربي ما يقبلش، تصوم بغير الكيفية اللي شرعها ربي ما يقبلش، تصدق بغير الكيفية اللي شرعها ربي ما يقبلش، تذكر ربي بغير الطريقة اللي شرعها لك ربي ما يتقبلش. أيها الأخوة الكرام، لقد هل علينا شهر رجب الفضيل، وهو شهر من الأشهر الحرم الأربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي هذا الشهر شهر رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم يحصل من بعض المسلمين هداهم الله بعض المخالفات، حيث يريد هؤلاء التقرب إلى الله ومغفرة الذنوب وحب الله ورضاه بعبادات في رجب لم يشرعها لهم الله ولم يأذن بها. هم يريدون الخير طبعا، ولكن كم من مريد للخير لم يدركه. هذا موجود في بعض الناس، في بعض الوساطة الاجتماعية وبعض المسلمين والمؤمنين، وخاصة في دول الشرق، في دول الخليج، في بعض الدول اللي فيها ينتشر المذهب الشيعي، عند العبادات اللي تتفصل عند الشيعة يلسمونها بشهر رجب ويعتبرون من العبادة وهي ما لا يرضاه الله. والعبرة عباد الله ليست فقط بالنية الحسنة، بل يجب مع النية الحسنة أن يكون العمل مشروعا. بقى نيتك طيبة وتحب تعبد ربي، إيه؟ لكن الوسيلة اللي مش تعبد بها ربي ما شرحهاش ربي، لا هذا لا مش مقبول، نيتك ما تكفيش هنا، بل لابد أن يكون العمل مشروعا، وإلا فإن العمل مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا فيما شرع المولى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد مردود عليه. فكل عمل ليس بأمر الشارع فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. وصدق الله العظيم حين قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ولا حول